النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أثبتت المملكة العربية السعودية خلال عام 2023 مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث احتلت المرتبة 18 عالميا بين أفضل 20 اقتصادا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز تريليون دولار. ويعكس هذا الإنجاز القدرة التنافسية والجهود المبذولة في المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنوع الاقتصاد وتحفيز القطاعات غير النفطية. معي عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية البروفيسور سالم سعيد باعجاج، أكاديمي ومحلل اقتصادي في الأسواق المالية. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. نبارك بداية لكم اليوم الوطني. بداية لو نتكلم عن كيفية مساهمة المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البحرين والسعودية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. طبعا لو نتكلم عن المشاريع الاقتصادية، أصبحت هناك شركات وبنوك ومشاريع اقتصادية مشتركة بين الدولتين، نشطت التجارة البينية بينهما، وأصبح هناك شبه سوق مشتركة بين البلدين. تبع ذلك زيادة في مجال الاستثمار البشري والاقتصادي والعمراني بين البلدين، وقرب المسافة بينهما. أصبح هناك كثير من الطلبة السعوديين يدرسون في الجامعات الخاصة في البحرين، وكثير من البحرينيين الذين يشغلون مراكز في البحرين هم من خريجي الجامعات السعودية. فهناك طبعا كما ذكرت لك تعاون كبير بين البلدين في شتى المجالات، سواء الاقتصادية الاجتماعية والأمنية أيضا. نعم، البروفيسور سالم سعيد باعجاج، أكاديمي ومحلل اقتصادي في الأسواق المالية، كنت معي من المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. وللحديث حول أبرز تطورات الأسواق المالية السعودية، معي عبر الهاتف من دبي الأستاذة إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. أستاذة إيمان، في اليوم الوطني السعودي لنتحدث حول التأثير الإيجابي لرؤية السعودية 2030 على الاقتصاد السعودي، وكيف تطورت من الأسواق المالية السعودية؟ مساء الخير. أول شيء يعطيكم العافية تلفزيون البحرين، دائما سعيدة أني أكون معاكم. نهني أهلنا وحبايبنا في السعودية. أكيد في طرق رئيسية ساهمت فيها الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية فيها التطورات. أولها كان تحرير الأسواق المالية، هالشيء يعني السماح بمشاركة أكبر للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، وتخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في مختلف القطاعات. أكيد هالشيء زاد من سيولة السوق. ثانيا، أدى إنشاء برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030 إلى تعزيز الأطر التنظيمية. أدخلت هيئة السوق المالية لوائح جديدة لضمان الشفافية وحماية المستثمرين وتعزيز الممارسات العادلة، مما طبعا عزز ثقة المستثمرين. كذلك أعطت رؤية 2030 الأولوية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط. هالنقطة وايد وايد مهمة، أدت إلى تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا وخلق فرص استثمارية متنوعة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب. نعم، الأستاذة إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول، كنت معي من دبي، شكرا جزيلا لك. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.